أنا أتفق معك، إذا هناك إرادة حقيقية ممكن أن تكون الستة شهور كافية جدا، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنه يعني مثلا ماذا يحصل للأخ عبد الواحد مثلا إذا لا نستطيع أن نقول في هذه المرحلة أن هناك شخص يمكن أن تجاوزه، يجب الجلوس معه مهما كلف الأمر للوصول إلى تفاهمات معه في هذه العملية السلمية. عبد الواحد وحده أم هناك كذلك؟ هذا من ناحية عبد الواحد، وأيضا زي ما ذكرت قبل أنه حتى الأخوان اللي في التحالفات والحركات اللي بيعتبرهم صغار وما دخلهم في العملية السلمية، بالإضافة إلى هذا الكم الموجود الآن من الحركات اللي وقعت اتفاقية السلام، فهذه عملية شاملة. أنا أعتقد أنه الأخ بروفيسور سليمان ديبيلو أيضا المفوض الجديد لمفوضية السلام يجب أن يضع هذا الأمر كله في الاعتبار، باعتبار أنه هذه المفوضية واحد من أدوارها أنها هي الجانب الفني، متابعة تنفيذ الاتفاقيات، متابعة تنفيذ يعني وحتى مسار العملية التفاوضية، لكن يجب أن لا يتم الاستعجال في أنه وصول بس لعملية تاع السلام أو وقع مع فلان أو وقع مع علان. هذا الأمر وهذه المرحلة أكبر من هذا من المقاربات السابقة للأمر. يجب أن تكون النظرة استراتيجية. أعتقد بالثقة الموجودة وبالروح الجدية الموجودة الآن هذه 6 شهور ممكن أن تكون كافية جدا.